بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. المسؤوليه والاولويه في ليله سوبر. حفظ الله مصر. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في حلقه في ليله السوبر. ليله السوبر، ليله الخميس ان شاء الله، بكره الجمعه الساعه 7 مساء المباراه قدمت ساعه، خدوا بالكم، الاهلي والزمالك في استاد الجيش في برج العرب على لقاء كاس السوبر. بس خدوا بالكم، ده سوبر الموسم اللي قبل اللي فات، يعني في حساب قديم يا باشمهندس، وهناك مباراه سوبر اخرى مؤجله. ما احناش عارفين هتتلعب امتى. السنه الجايه بقى اللي يعيش. إذن هي حلقه مهمه جدا، عنوانها الرئيسي نريدها سوبر. عايزينها تبقى سوبر، عايزينها تبقى سوبر في المستوى، سوبر في الالتزام، سوبر في الانضباط، سوبر في المسؤوليه والاولويه اللي المهندس عدلي اشار اليها. ايه السوبر الاولويه والمسؤوليه ليه؟ الاولويه المسؤوليه الحقيقه، واحنا اكتر ناس يعني التزمنا بيها. كلام كتير كانت قال والناس عايزه ردود ونتكلم، وفلان قال وفلان شتم وفلان عمل، ولكن المسؤوليه النهارده في لقاء حاسم في ظرف خاص بيحتم علينا ان احنا نسمو فوق كل الصغائر التي حدثت من البعض خلال الايام الماضيه، ونتجاوزها الى الاحساس بالمسؤوليه. مباراه هامه حاول البعض دفعها في طريق الاحتقان واستدراج الاهلي الى التراشق، لدرجه ان ما حدش بيتكلم عن نفسه، بيتكلموا على الاهلي ولاعيبته. المسؤولية تقتضي نعمل نفسنا من بنها المرة دي في الظرف ده، ونركز على مسؤولية الأهلي في الحصول على هذه المباراة. مسؤولية الأهلي في الحفاظ على الوئام داخل وخارج الملعب، عدم الاستدراج إلى الاحتقان، لدرجة كان في كلام ينال المسؤولين في الأهلي ايضا هيتعاملوا بمسؤوليه الكبار في هذا الموقف. المساله مش كلام، المساله افعال. علينا كجماهير للاهلي يراد ان يزج بها، يراد استدراجها الى ارتكاب الاخطاء. ايوه ها؟ ايوه، ان تثبت لا العبوا غيرها. احنا النهارده بتوع كوره وبتوع مصر وبتوع الحفاظ على حق الجماهير في العوده الى الملاعب. محدش هيقدر ياخدنا في المنطقة اللي عايز يحطنا فيها. احنا النادي الاهلي، احنا جماهير الاهلي اللي هي طول عمرها نمرة واحد، حبها للاهلي واحب مصر يسمو فوق كل حب. فبكرة هنشوف صورة حضرية خاصة من جماهير الاهلي، وباذن الله جماهير الزمالك. هنشوف صراع شريف باذن الله داخل الملعب، ماليش خارج الملعب. اللي بيحصل كلنا شايفينه. وحسنا فعل اتحاد الكره، ها كابتن جمال غندور حب يعني يقول لهم، وانا كمان لعيب كوره يعني، فقعد يرقص الناس بقاله 3 4 ايام، وبعدين رسي على حكم اوروبي من دوله الماني، يعني من دوله مصنفه من التصنيف الاول، وحكم له تاريخ جيد، وان كان يعني حكم لنا ماتشين ما كانش يعني لسه حاكم نابولي وليفربول، يعني حكم يعني حكم من العيار الثقيل، هيحافظ على اسمه باذن الله ويعدي اليوم. كل واحد ياخد حقه، مش عايزين اكتر من كده، والباقي صراع فني في الملعب. نرجو ان يكون واقع الحال هو ده، صراع فني في الملعب يفوز فيه الاقدر والاكثر توفيق. طيب، هي المسؤوليه كلام ولا ممارسة؟ فعل ولا كلام وخلاص؟ المسؤولية حتى أشرنا ليها الحلقة اللي فاتت، المسؤولية تقتضي إن المطلع بالمسؤولية يبقى مسؤول عشان يمكن مساءلته. هي ديت مشتقات كلمة مسؤول، يعني يسأل. يسأل عند خروجه عن الإطار المسؤول. فبالتالي نتمنى إن الكل يكون عند مستوى المسؤولية. عشان كده قناة الأهلي أطلقت هاشتاجين، الهاشتاج الأولاني الكرة بتجمعنا، ونتمنى إن ده يكون فعلا. في الأول وفي الآخر يا جماعة، إحنا تايه عننا بجد في خضم كل الصراع النادي رياضة.
دي رياضة مش خناقة. لو خناقة هنلعبها معاه بمنطق تاني خالص وبقواعد لعب مختلفة تماما. لكن أما وإنها رياضة وكورة علينا تغليب منطق الكورة وقانون اللعب، الاحترام، الروح الرياضية، الالتزام، الانضباط، لأن هي رياضة كورة. فعشان كده الكورة بتجمعنا، ده هاشتاج قناة الأهلي. الهاشتاج التاني شجع فريقك وبس. أنت عايز إيه تاني غير إن أنت تشجع فريقك؟ يعني إيه لازمة إن أنت تاخد كل الوقت للنيل من المنافس؟ ليه متضايق من الفريق المنافس إنه بيستعد أو بيشتغل أو بيطور أو بيضم أو يتعاقد وطفر؟ كل ما يمثل الفريق الآخر ده حقه المشروع الطبيعي. بصراحة نتكلم بصراحة أكتر. كرة يعني تجمع. يعني صراع. يعني منافسة. ممكن توصلها إلى حالة الاحتقان فتبقى خناقة، ممكن تحتفظ بيها في إطارها الرياضي فهيبقى الخسران يشعر بعض الضيق والمرارة ولكن هينتصر على غضبه وهيتمسك وهيقول مبروك، والكسبان مش هيتعالى على الموقف، وهو ده الرياضة. ولكن اللحظة اللي احنا عشان نخلينا أكثر وضوحا، هناك من يريد أن يعبث في مصر وفي أمنها وفي استقرارها وفي كل ما تيجي تنهض يخلقوا لك حاجات. هناك يعني من يتحدث كان يتحدث الحق الذي يراد به باطل، والباطل هو استدراج المناخ العام لحالة تهدد استقرار هذا الوطن. احنا مش معاه ومش هنكون معاه، وهنكون مع مصر ودايما هنكون مع مصر. المكاسب التي تحققت في الفترة الماضية لا يمكن التركيز على حديث السلبيات والتغافل عن كل ما حصل. فاتورة واتدفعت، لازم نحصد ثمنها. احنا خلاص في اتجاه ان احنا نحصد ثمن العمل الذي تم، العمل الجبار الذي تحقق على أرض مصر خلال الفترات الماضية. هذا ليس كلام في السياسة ولا كلام في مصلحة المواطن اللي زي حالتنا، اللي عايز يعيش في أمن وأمان ويرى ثمار ما تم، واللي دفع فاتورته خلاص مش مستعد يتجرجر عشان نبتدي نلتفت عن أهدافنا وجني الثمار. وده كلامي إن بكرة هيكون يوم كرة فقط بإذن الله، ويظل في هذا الإطار فقط. والذي يفوز يجب أن يفوز باحترام بقيمة البطل الذي يفوز، والذي لن يدركه التوفيق سيتحمله أيضا بالبطل الذي لم يدركه التوفيق وغير منكسر. لا في غرور وتعالي ولا في انكسار، وفي بلد بنحافظ عليها كلنا بإذن الله ونتحمل مسؤوليتها. وبكرة اختبار ستنجح فيه مصر بإذن الله. تنجح فيه مصر إن شاء الله بنجاح ولادها، بالتزام جمهورها، جمهورها اللي سمح ليه بكرة يكون في وضع ممكن يكون العدد طبعا وفقا لشعبية الأهلي وشعبية الزمالك الطرف الثاني في المباراة أكبر بكتير جدا من إن أنت تقول 10 في 5 و5، بس خلينا نقول ده تمثيل نسبي مبدئي يشجع على إن أنت في مستهل موسم جديد إزاي تقدر فعلا تبني عليه، ازاي تجربة في حضور 10,000 مشجع للناديين تقدر تكون إرهاصة لبداية عودة الجماهير للمدرجات. القرار اتأخر، التجربة اتأخرت كتير، حقنا كان يكون موجود جماهير في المدرجات من بدري قوي، بس ما كل الأطراف مسؤولة عن هذا التأخر، بما فيها الجمهور وبما فيها الإعلام اللي بيزيد الاحتقان، وبما فيها اتحاد الكورة، وبما فيها كل الأطراف كل اللي عناصر اللعبة مسؤولة يا أستاذ إبراهيم. كل العناصر اتأخرت في دورها في هذا الاتجاه. طيب أنا الأوان إن الكل يطلع بدوره بهدف عودة الجماهير للمدرجات، والفرصة موجودة. الفرصة موجودة إن أنت بكرة رايح الملعب، رايح بالتزامك، رايح بانضباطك، رايح بقناعتك إن ده ملعب كورة، ملعب كورة بجد. أي استدراج لأي هتافات خارجة عن الرياضة اعرفوا أنتوا اللي دفعتوا ثمنها بغيابكم طوال هذه الفترات الطويلة والأحداث اللي حدثت وحدثت للجمهورين. فنتمنى أنه كل الأمر يتعلق بالكرة، هتافات الكرة، احترام الكرة، قانون الكرة، عشان نبدأ نقدر فعلا نستهل موسم جديد
الكل بيتطلع انه الكره المصريه تستعيد فيها رونقها وبريقها، الكل يتطلع انه في منافسه قويه جدا، في صفقات كبيره اتعملت في كل الانديه، تقريبا 200 صفقه اتعملت في اقوى المواسم الانتقالات في تاريخ الكره المصريه، مسابقه فيها كل هذا الزخم وهذه الاموال اللي ضخت وهذه المنافسات القويه بين كل الانديه. احنا على مشارف موسم جديد بقناعات مختلفه، برغبات مختلفه، بورق لعب مختلف. فنتمنى ان شاء الله انه اللي رايح الملعب بكره يروح بالتزامه وحرصه على ازاي يقدر الجمهور يرجع بكثافه اكتر يا باشمهندس. يستطيع جمهور غدا ان يقدم الرساله التي نتمناها جميعا. احنا على قدر المسؤوليه، احنا نستطيع ان نقود من خلال الرياضه اصلاح مفاهيم كثيره في المجتمع المصري، نقدم القدوه والصوره التي يرانا منها العالم. كرة القدم أسرع سفير، يعني في الميديا دلوقتي أي خبر في كورة هو اللي بيشاير وبيجري. فنتمنى بكرة نشوف يعني مباراة طيبة جدا يفوز فيها الأهلي بإذن الله. إن شاء الله تعالى، إن شاء الله يفوز الأهلي، الأهلي بطل الدوري داخل هذه المباراة برغبة شديدة جدا. السويسري ريني فايلر المدير الفني يبغي تقديم نفسه طبعا للجماهير، صحيح انه عبر عن وجوده في المباراه الافريقيه وفاز الاهلي على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه في مالابو، وخرج النادي الاهلي وضعا قدم واكثر من قدم في الدور او دور المجموعات ان شاء الله يتاكد في مباراه العوده، لكنه وجود اثنين مدربين جداد، ميتشو الصربي في الزمالك، ريني فايلر في النادي الاهلي، هذه المنافسه بين الاثنين حتى خلقت نوع من الغموض، لانه ما حدش شاف فايلر، ما حدش شاف لعب الاهلي مع المدرب السويسري الجديد. شاءت الاقدار ان المباراه ما تتذاعش، فيكتنف الغموض فريق الاهلي يا باشمهندس، ويكون ميتشو مش عارف يقرا المنافس بتاعه. ايه مدى تاثير ده؟ بعد ربع ساعه مالوش تاثير. بعد ربع ساعه مع اي مدرب، مع اي مدرب بيعرف يقرا الملعب وفي الاخر انت مش هتجيب يعني عدد العناصر الجديده مش كبير في الاهلي. يعني في الدفاع محمود متولي، وفي الهجوم يكاد يكون مفيش حد. انما في عناصر جديده قديمه بدا يعتمد عليها، والاخبار اللي بتتسرب انه مش هيعمل تغيير في التشكيل. بالقياس يعني لو هذا حقيقي، اي وقد يكون حقيقي وقد لا يكون، مناوره، لكن في كل الاحوال الفرقتين عندهم عناصر تسمح بلعب مباراة كرة قدم نظيفة جيدة محترمة. لما شحناش اللعيبة بطريقة خليناهم يخرجوا برضو بالمباراة إلى سكة مش فنية. حكم كويس بإذن الله، تقيل يقدر يسيطر على المباراة. نرجو أن يكون في تصرفات في المدرجات من المسؤولين قبل الجماهير تخلينا يعني نطمئن على ان المباراه هتكون مباراه نقطه فارقه تشي بموسم جيد. طيب حتى نطمئن على كل الاجراءات، معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده العميد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، مساء الخير يا استاذ ابراهيم، مساء الخير يا كابتن عدلي. يا محمد بيه ازيك، ومستعد للموسم الجديد ولا لسه؟ ده احنا انت عارف يا كابتن عادل احنا جاهزين وجاهزين والله، بس يعني الناس بقى تبدا تتحرك وتساعد في الطريق الصحيح ان شاء الله. ان شاء الله. طيب قول لنا دلوقتي بالنسبه لترتيبات الجمهور بكره، ال 5000 تذكره طبعا نفذوا. الحمد لله رب العالمين، يعني يمكن جمهور النادي الاهلي في التزام، كنا نتمنى طبعا يبقى فيه يعني عدد جمهور اكثر من كده، ولكن برضه نرجع نقول مباراه السوبر بقى لها فتره بتتعمل بره مصر، وده طبعا النهارده كل الجهات المعنيه يعني اثارت المباراه دي اتلعب في مصر بين الاهلي والزمالك ان شاء الله. الاول قالوا بدون جمهور، وبعد كده برضه عشان خاطر يعني مباراه زي ما حضرتك قلت كده تبدا بدايه جيده للموسم الجديد ان شاء الله، فبقى اصبح في جماهير، ومباراه كمان في برج العرب ب 5000 للفريقين. يمكن هتاخرنا شويه على الجمهور، ولكن احنا بنساعد لجنه الاتحاد المعينه عشان خاطر برضه في الترتيبات هم اتاخروا علينا. احنا النادي الاهلي التزم، مفيش تصريح خرج غير اما كل الامور كانت في نطابها الصحيح، كان في تعاون كويس مع لجنه القائمه على اداره امور الاتحاد،
التذاكر وصلت معانا وصلتنا اول امبارح طبعا على الفور، اتفتح السيستم للجمهور، تم الحجز. النهارده الجمهور ما بيستلم تذاكره عن طريق منافذ ثوري، باقي التذاكر اتباعت في منافذ على مستوى 3 فروع سواء لاعضاء الجمعيه العموميه او زويهم او اقاربهم برضه بنفس القصه وملتزمين بالتعليمات. فالنادي الاهلي الحمد لله ده مش يعني مش اول مباراه بجمهور، احنا عندنا سيستم ثابت وده دايما بنقوله للناس، احنا بس بنناشد كل جماهيرنا ان نلتزم بالنص ونلتزم بتشجيع الفريق عشان زي ما بنقول كده تبقى بدايه موفقه لينا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه لضوابط الدخول بكره واي تعليمات للجمهور اللي رايح؟ هو طبقا اللجنه الامنيه طبعا هم برضو حددوا خط سير لجماهير الزمالك وخط سير لجماهير الاهلي، طبعا كل ده يعني انا شايفها استعدادات تمام يعني امنيه وبس. انا عايز اقول ادينا شفنا النهارده مؤمن زكريا لعبنا النهارده جمهور الزمالك وجمهور الاهلي اتنفض او انتفض عشان خاطر يدعم الجمهور جماهير مصر كلها. يعني انا عايز اوصل رساله يا جماعه يا مسؤولين ما تخافوش على الجماهير المصريه، الجماهير مهما كان في ايا كان مشاحنات او في ناس عايزه تعمل فتنه او في ناس عايزه يبقى في ذريعه لفتنه، لا الجماهير واعيه كويس قوي، الناس المسؤوله او رجال الدوله بقى بالكلمه الحقيقيه واعيين كويس قوي، فاهمين كويس قوي، مش كل واحد هيطلع النهارده يقول كلمتين ويخوف الناس. انا اسف رجل دوله يعني يكون عارف يعني بيقول ايه وبيقول ايه امتى. النهارده جماهيرنا واعيه جدا، جماهيرنا عارفه كويس قوي ازاي تشجع فرقتها، حتى لو كل جمهور بيشجع فرقته ولكن في الاخر لو اتقابلوا ويسلموا على بعض في الاول. يعني معلش احنا شعب مصر، الشعب المصري كله على كلمه رجل واحد وكله يعني بيشجع فرقته وواقف ورا خصوصا يعني في المواقف الانسانيه يعني حقيقي يعني. الله ينور عليك. فعشان خلينا بقى يعني نخرج بره ده وما نخوفش الناس، ده اللي عايزين بكره مباراه عاديه جدا، مباراه سوبر ان شاء الله باذن الله، هنبارك النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله وجماهير النادي الاهلي، ويعني الكسبان اللي هيدي مباراه جيده ان شاء الله. وانا بقول لك الجمهورين على مستوى سواء الاهلي او الزمالك انا متاكد ان شاء الله باذن الله هيبقى حاجه مشرفه جدا، وهناك مبادرات من ناس كتير عقلاء سواء الاهلي والزمالك ازاي يرفع علم الاهلي مع علم الزمالك، وده ان شاء الله باذن الله احتمال كبير جدا نشوفه بكره في استاد برج العرب. فبنقول للناس ما تخافش ولكن بنقول لشبابنا المتحمس ارجوكم يعني بلاش حد يجرنا في مهاترات ملهاش لازمه، الكل واحد احنا في دوله قانون والقانون في الاخر بياخد مجراه، ولكن في الاول وفي الاخر دي مباراه كوره. ارجع اقول تاني النهارده اما يبقى في لعيب في اي نادي يبقى عنده حاجه بتلاقي كل جماهير الانديه بتقف جنبه، شفناها في لعبنا وابننا مؤمن زكريا. انا متهيألي دي كانت رساله قويه جدا لكل العقلاء، رساله قويه جدا للعقلاء كلها. فخلينا بكره المباراه تبقى جيده ان شاء الله. طبعا انا بقول برضو تاني عشان جمهور النادي الاهلي يلتزم، لان برضو في معلومه جات لي انا ما اعرفش مش عايز اتاكد يعني مش عايز اقول حاجه، ولكن ارجو من جماهير النادي الاهلي احنا التذاكر ال 4500 تذكره اللي وصلت لنا نفذوا طبقا للتعليمات وطبقا للتعليمات اللي جمهورنا اللي متعود عليها، كله اخذ بطاقه التذكره بتاعته ببياناته موجوده، ما حدش يسعى يجيب تذاكر من الفريق المنافس زي برضه بالظبط ما احنا التزمنا. ارجوك لان سامع في اسكندريه بيشتروا تذاكر من نادي الزمالك، فدي برضه هتبقى عامله مشكله ليهم في الامن. انت راجل اهلاوي النهارده ليك مدرجاتك في الثالثه شمال ودي حاجه كويسه جدا، نادي الزمالك فيه مدرجات في الثالثه يمين، جمهور نادي الاهلي متحدد له بوابه 3 لحاملي تذكره الدرجه الاولى شمال، بوابه 7 لحاملي تذكره الثالثه شمال، هيبقى دخول ميسر، في شركه على اعلى مستوى شركه امن هي اللي هتبقى مسؤوله عن التامين على اعلى مستوى، نجاحها بكره هي نجحت قبل كده في تنظيم كاس افريقيا، نجاحها بكره هيساعد برضه في استمرار الدوري، هتبقى موجوده معانا في الدوري. احنا هنرجع نقول تاني بنقول لكل جماهيرنا نساعد شركه الامن الموجوده، نساعد الناس المنظمين، نشجع فرقتنا وان شاء الله باذن الله باذن الله نصر النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. سيد العميد انت اشرت الموضوع مؤمن زكريا، مؤمن تم تفعيل عقده وراح اتحاد الكره ووثقه؟ ان شاء الله تمام. الامور دي جهاز الكوره كابتن طارق حفيظ قايم كل الامور دي على اكمل وجه الحمد لله. طيب تمام. وتابعته في سفر امبارح ولا الاخبار ايه لسه؟ هو سافر بالسلامه وحضر طبعا، احنا شفنا كلنا تابعنا كل المواقع، يعني كابتن مؤمن تم تكريمه في احتفاليه تكريم لاعبنا في النشاط الرياضي، ودي كانت الحمد لله لفه طيبه من كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس الاداره الكامل. احنا دايما بنكرم عمر ما النادي الاهلي عمر ما النادي الاهلي ثاني يعني لاعب او مدرب او اداري او موظف او عامل في النادي او ايا كان خدم النادي، عمر ما النادي الاهلي استغنى عن اولاده او ساب اولاده، بل بالعكس ده بيقف مع اولاده وكلنا عارفين كده كويس، سواء قدامى لاعبين قدامى عاملين قدامى موظفين، يعني زي ما احنا بنقف مع اولادنا وهم بيلعبوا وبيدوا النادي الاهلي زي ما احنا بنقف برضه مع الناس اللي بتدي النادي الاهلي ولكنها خدمت النادي الاهلي،
النادي الاهلي ما بيسيبش ولاده، وما بالك بقى كمان اما كابتن محمود الخطيب وهو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو اصلا يعني معروف عنه هذا الموضوع لوحده، لكن احنا النادي الاهلي عمره ما بيقول، عمره ما بيصرح حاجه زي كده، لان دي حاجات بتتعمل، ده واجب على النادي الاهلي واحنا اتربينا على كده. يعني كابتن عادل انت كنت موجود، يعني انت يعني ربطونا على كده، وانا من وانا صغير بشوف ناس خدمت النادي عمر ما النادي سابها. فالنهارده مؤمن زكريا مش اول حاله النادي الاهلي يقف جنبها، في كتير جدا جدا جدا. صحيح. النادي الاهلي واقف جنب ولاده، جنب عاملينه، جنب موظفينه، جنب مديرينه، جنب لاعبينه القدامى في كل مكان. مفيش حد النهارده خدم النادي الاهلي، النادي الاهلي بيسال عنه او بيسيبه ابدا. هذا حق من اخلص للاهلي على الاهلي. احنا مش بنمن على حد بحاجه، لكن كمان ما فيش داعي للناس تتاجر بالام الاخرين وعشان تكسب بونت ملوش لازمه. مؤمن حتى وهو بيطرح حالته بيساله مهيب، بيقول له يعني قال له لا انا قاعد في النادي الاهلي، لما ارجع بالسلامه انا 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 وده بيتي باذن الله. فاذا ده مش تعليق واحد متضايق، ده تعليق واحد يطمئن للمكان اللي هو فيه. شوف هو يمكن الحاجه طبعا دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. مؤمن زكريا فعلا يمكن حس بحب جمهور الكره المصريه مش النادي الاهلي بس، طبعا حب جمهور الكره المصريه، حس بحب الرياضيين على المستوى الرياضي بالكامل، مش اللي بيلعب كوره فقط لا غير، كل الالعاب. مؤمن زكريا النهارده لاعبين النادي الاهلي بالكامل في كل الالعاب وقفت تحيه ليه ودعم ليه عشان يرجع بالسلامه ان شاء الله. يرجع لنا بالسلامه باذن الله، وكل واحد في النادي الاهلي لست وحدك ايا كانت الظروف. طب الجمهور اللي راح برج العرب، مداخل جمهور الاهلي من الطريق الصحراوي منين يا سياده العميد؟ مدخل جمهور الاهلي من الطريق الصحراوي من الطريق برج العرب من الخارج، من الطريق الصحراوي نفسه هينزل على طول على البوابات اللي انا قلت عليها، بوابه 7 وبوابه 3. الجمهور المنافس او نادي الزمالك هيكون الدخول من ناحيه مطار برج العرب من الكيلو 21. انت في النادي بقى في كل مقرات النادي في ترتيبات خاصه للسوبر؟ طبعا يعني انا عندي في الشيخ زايد، عندنا في الشيخ زايد الشاشه الرئيسيه موجوده، عندي مجهزين اكثر من مكان، يعني مدينه نصر في 10 اماكن لنقل المباراه، الاهلي الجزيره في 6 اماكن لنقل المباراه، اهل الشيخ زايد، وطبعا اللواء حسن مسعود ربنا يديله الصحه، وخالد مرسي ربنا يعني يعينهم كلهم، وكابتن الكشاوي جاهزين بكره ان شاء الله لاستقبال اعضاء الجمعيه العموميه بالكامل على استاد المباراه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ليله سوبر وفرحه اهلاويه باذن الله يا سياده العميد. يا رب ان شاء الله باذن الله يا فندم. وتاني وتالت ورابع ربنا مع كل جهد مخلص لصالح الاهلي ثم الوطن، او الوطن ثم الاهلي. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. كله تمام. تمام كتحمل مسؤوليه. أيوة. من المسؤولين. ايوه. تبقى بكره باذن الله هنشيد بجماهيرنا، هنشيد بالمستوى، هنشيد باليوم باذن الله لما يقدم الصوره الجميله عن هذا اللقاء او هذا الديربي او هذا الحدث الذي ينتظره الوطن العربي كله. طيب ريني فايلر بقى المدير الفني السويسري اختار قائمه الاهلي اللي دخل بيها معسكر السوبر، شريف اكرام ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعه ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السوليه ومروان محسن ومحمد مجدي قفشه وعلي معلول واحمد الشيخ ومحمود وحيد واحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور اجاييه وقالو ديانج ومحمد هاني. وقلت لكم ان اتحاد الكوره قدم ميعاد المباراه هتبقى الساعه 7 ان شاء الله. الاهلي هيستمر في معسكر الاسكندريه بعد السوبر عشان يستعد لمباراته مع سموحه في الدوري الاسبوع الاول للدوري يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله في نفس الملعب في برج العرب. يعني الاهلي هيلعب الجمعه في برج العرب وهيلعب كمان يوم الاثنين ان شاء الله. اتحاد الكوره لجنه الحكام زي ما قال لكم المهندس عدلي جابت حكم الماني لهذه المباراه، الحكم فيليكس بريش ده الحكم الساحه بيعاونه مارك بورش وستيفن لوب لمراقبه الخطوط، وعينوا حكم رابع مصري لمساعده الحكام، حكم مستوى عالي جدا. من ضمن قرارات اتحاد الكره على سبيل المثال النهارده تحديدا يا باشمهندس، الاتحاد اعلن تعيين الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب. امبارح كان في جلسه في اتحاد الكره
عملوا تصويت اختاروا الكابتن إيهاب جلال مدير فني للمنتخب، وأعلن القرار وتم الحديث حوالين التشكيل. النهاردة حدث تراجع في القرار وفي التصويت، وتم تسمية الكابتن حسام البدري يعني مدير فني. يعني حصل تصويت فنياً مرة أخرى؟ آه صدر قرار. أنت متأكد إن صدر قرار امبارح بكابتن ولا كان الاتجاه في فرق بين كان لا هم اجتمعوا وصوتوا واخد بالك وما اعلنوش القرار، لكنه النهارده تم تعيين الكابتن حسام البدري أيوة. مدير كلفه المجلس بتشكيل جهاز المعاون والعرض على مجلس الاداره لاعتماده. كابتن حسام هو اللي هيشكل، ونتمنى احنا يمكن لما اتكلمنا في كل الساده المدربين الكبار اللي كانوا مرشحين، كابتن حسن شحاته، كابتن حسام البدري، كابتن حسام حسن، والكابتن ايهاب جلال، وقلنا واكد المهندس عادل على كده ان كل واحد منهم له حيثياته وله جدارته بتدريب المنتخب، لكن ما نتمناه اما وانه قد تم الاستقراء على كابتن حسام البدري وهو مدرب كبير، تترك الفرصه الكامله له للتشكيل. لانه انا بدات اسمع النهارده ما دام جبت حسام البدري من النادي الاهلي يبقى حط له جهاز معاه من الزمالك. ده كلام لا يستقيم ابدا. لو جبت الكابتن حسن شحاته ابن نادي الزمالك ورمزه الكبير هو اللي شكل جهازه زي ما كان بيحصل. كابتن الجوهري شكل جهازه. مفيش كابتن حسن شحاته شكل جهازه. مفيش مدير فني ما شكلش جهازه. بالظبط عشان نرجع نتكلم على مشاكل ونرجع نتكلم. بالظبط. ممكن ما يبقاش عنده الفيتو، ما برضه عشان نشرح الحته دي. اه. انا هقول شكل جهازه يعني مش معنى كده ان اللي يقوله لازم يمشي، انما على الاقل ما افرضش عليه حد. بمعنى ازاي؟ يعني اديني يا سيدي ثلاث مدربين انت موافق واحد منهم يشتغل معاك، مدربين عموم او اسمين، فاهم ازاي؟ يعني ادي الاتحاد برضو فرصه انك انت الاسماء دي من ضمنها اي حد انا موافق عليه، لكن تقول فلان يا بلاش وفلان يا بلاش وفلان يا بلاش لا هي مقبوله من الاتحاد، وبرضه ممكن يبقى فيها نوع من الضغط على الاتحاد. يعني بقى التوافق هو اللي مطلوب. تملي انت لما تقول لحد انت تملك الحريه، وهو كمان لازم يديلك مساحه من الاختيار. يعني انت تيجي تقول له والله فلان وفلان اي واحد منهم انا موافق. بالترتيب فلان افضل، لو في اعتراض عليه يبقى فلان. كده الاتحاد يقدر برضو يبقى عنده مساحة من لو عنده اعتراض على اسم لأسباب موضوعية ما لا يفرض عليه أحد. في نفس الوقت الاتحاد لا ينبغي أن يفرض أحد خالص. أيوة. أيوة. على الجهاز الفني بالضبط خالص. يا جماعة المدير الفني زي الدكتور جراح داخل أوضة العمليات بيحتاج بيختار الكاست المساعد معاه، المساعدين اللي معاه دول هم اللي بيساعدوه هو على نجاح افكاره هو. فارجو ان احنا نفهم اتعودوا على لغه بعض، على طبع بعض، على فكر بعض، على طباع بعض، على شخصيه بعض. الطباع اهم حاجه يا استاذ ابراهيم. ده في الجواز يبقى ولد زي الفل وبنت زي الفل والعيلتين هايلين وكله بيحبوا بعضه، وتيجي ما تنجحش لاختلاف الطباع مش لاي حاجه ثانيه. عشان كده لازم نتخلص من فكره التقسيم. جبت اهلي يبقى لازم تراضي تجيب من زمالك وتحاول تجيب لك فرد من الاقاليم. احنا كده انت بتعرقل مسيره المدرب، انت جايبه علشان تعيق حركته، والا يبقى اداريا عندك مشكله. في وكمان الهيد كوتش لازم يكون عنده من الحصافه انه ما يبانش بالشلاليه. ما يعني هيش شلاليه ولكن هو ده. انا موافق خلاص. احنا اتفقنا على المبدا. ليه؟ لانه بص مثلا الخواجات اللي عندنا كل مدرب اجنبي جاي وبقت سنه خلاص. يمكن كنا الاول بتجيب مدرب اجنبي وخلاص وانت بتختار له الجهاز المصري المعاون معاه. بقى المدربين بكل واحد المدرب بتاعه. المصري ما بيروح بره، بيروح بالناس بتاعه، بياخد المعاونين بتوعه. يعني حتى كابتن حسام حسن لما سافر الاردن سافر مع كابتن الجوهري، وهكذا بقيه المدربين. فانت مبدئيا عايز تنجح الكابتن حسام البدري، سيب له مطلق الحريه انه يختار معاونيه. صحيح ان يبقى في توافق ويبقى في حوار، لو في اختلاف على اسم او غيره ممكن يبقى في حوار، لكن لو اختلفنا في الامر مرده للمدير الفني، والا فانت جايب مدرب وبتحط له بتزرع له الاشواك قبل ما يتحرك، والهدف ايه؟ علشان اراضي بقيه الناس، يبقى انت كده عندك خطا في المفهوم. انت فاهم المساله غلط خالص، انت معتبرها كعكه لازم كله ياكل منها، وده غلط. الفكره ان احنا عايزين المدير الفني ينجح،
عايزين 93 قربنا شوية. الأهلي بيفوز على المريخ السوداني 5-1 في الدور الثمانية لأبطال الكؤوس، سجل منها محمد رمضان هدفين وهدف لكل من هادي خشبة وحسام حسن وياسر ريان. حسام عرابي بيلعبها عرضية، محمد رمضان، محمد رمضان، حسام حسن، جول 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 جميل، جول جميل يا حسام. كرة أمامية مش طيب محمد رمضان، ومين بقى وحاجة حلوة رمضان يلعبها، جول جول جميل، جول جميل يا رمضان، جول جميل. احمد فهمي لعبد الجليل، عبد الجليل بالعرض، عبد الجليل جول محمد رمضان، محمد رمضان بيجيب الجول الرابع والثاني لمحمد رمضان. حسام عرابي لياسر ريان، ياسر ريان ماشي من ناحيه الشمال، ياسر ماشي، ياسر ماشي، ياسر هو جول ياسر ريان، ياسر ريان خش عليا يا جماعة. خدتوا بالكم الجون بتاع كابتن محمد رمضان اللي خدها من فوق السيرد باك ولعبها؟ الكرة دي جابها بليف في كأس العالم 58 أمام السويد فاينل، كانت أول مباراة لبيليه وأصغر لاعب كان في البطولة، كان عنده 17 سنة. جون وخلصت 5-3. ها؟ أه؟ وخلصت 5-3. يعني والبرازيل كسبت كأس العالم في وجود بيليه، جاب جولين في الماتش ده. 17 سنة كان عنده. شوف محمد رمضان اما بيجيب اجوان بتبقى عاملة ازاي حقيقة. حاجة تخيل انت فترة التسعينات دي، مين الفرادة اللي لعبت للاهلي وكله لقى مكانه؟ كابتن حسام رمضان، ايمن شوقي، كشري، فيليكس. يعني تخيل كمية. انا ناسي مين برضو كان، هم دول الخمس فراوده تقريبا. تخيل ان دول لعبوا وكانوا بيمثلوا النادي الاهلي وكلهم لعبوا وكلهم كانوا هدافين. صحيح، ايه الروعه دي. طيب 20 سبتمبر 2014 الاهلي بيفوز على القطن الكاميروني في جروه 1-0، كان نصف نهائي كاس الكونفدراليه، سجله وليد سليمان. هو حامل اللقب على مازيمبي وهدف اول. الله 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 الله، بص شوف وليد بيعمل ايه على فريق كاميروني في الكاميرون من قبل 4 مرات ولا انتصار. الله عليه، على فريق كاميروني في الكاميرون من قبل 4 مرات ولا انتصار. برضو وانا يعني اتابع اهداف كابتن وليد سليمان، شوفوا الجون ده جابه كم مره برجله الشمال من فوق الجون، مره في الزاويه، مره في لوب، مره كل مره تفتكر انه في توفيق زياده ماركة الحاوي. لكن تكتشف ان دي مهارته وماركة الحاوي. طيب لسه احنا مع 20 سبتمبر اهو. لا ما هو ده ماتش ده ماتش القطن الكاميروني. خلاص ماشي. طيب ان شاء الله تكمل الافراح، وواضح ان 20 سبتمبر يوم مبهج ويوم فيه تفاؤل وفال وعليه الكمال. بعد الفاصل فايلر وميتشو وأحلام السوبر. شوف الخطأ وتحقق بيه. يقول لك ما رفعليش وما قاليش. فقرر كمان الاتحاد اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية، كابتن جمال الغندور رئيسا، كابتن ياسر عبد الرؤوف والكابتن محمد فاروق وتامر دري أعضاء للجنة، مجدي رزق للكرة النسائية، محمد عبد القادر للكرة الشاطئية، ومحمد فرج للكرة الخماسية، واختار الأقسام المساعدة في لجنة الحكام: الشؤون الإدارية عزب حجاج رئيسا ومحمد معوض وجيم سحنة، الشؤون الفنية وجيه أحمد رئيسا وفهمي عمر وحمدي القاضي وفريد سلطان ومهند دبا أعضاء، الشؤون المالية حسام طه، والشؤون القانونية صلاح البري وسامي فاروق المعد البدني وحسام الجهري للعلاقات العامة.
شكل كمان الاتحاد النهارده الجهاز الفني لمنتخب الكره النسائيه، واسند للكابتن حسين عبد اللطيف مهمه المدير الفني لمنتخب الكره النسائيه، ومعاه مصطفى منير مدرب عام، وفايزه حيدر ومحمد محسن مدربين، واحمد كمال مدير للفريق، والدكتور وليد منظور طبيب، ورحاب طه مدير اداري، وميرت سعد اداريه، ودكتوره هبه طله فتحي اخصائيه للعلاج الطبيعي، والكابتن باسم خيرت مدرب حراس المرمى، بالاضافه الى الدكتور هناء فاروق اخصائيه تغذيه لجميع منتخبات الكره النسائيه. دي قرارات اتحاد الكره النهارده، وكان من ضمنها قرار مهم وان كان غير واضح، انه اعتمدوا يا باشمهندس شروط مسابقه كاس مصر عن الموسم الجديد 2019-2020، وما اعلنوش هي ايه الشروط، لكن قالوا ابلاغ كل الانديه بهذه الشروط. كاس مصر بطوله مهمه جدا، لانه كان المتبع في السابق اتحاد الكره السابق واللي قبل منه واللي قبل منه، عشان الانديه تاخد درجات تسمح لها ان هي تكون عضو في الجمعيه العموميه تشارك في كاس مصر، تدفع رسم الاشتراك اعتقد 5000 جنيه او 3000 جنيه، كان في مراكز شباب اعضاء في اتحاد الكره هم اللي بيدفعوا لهم الفلوس علشان ياخد، هيلعب في الدور التمهيد العاشر بس خليه يشارك ويدي له صوته، هياخد الخمس درجات او العشر درجات المخصصين لمن يشارك في كاس مصر، وبالتالي يبقى عضو في الجمعيه العموميه. اتحاد الكره الحالي اللجنه المؤقته الاصلاحيه الحاليه عندها هدف رئيسي تقويض حجم الجمعيه العموميه وتنقيط الجدول. انت بتتكلم بقى هنا معلش لحظه واحده، اه يعني بدات بحذر وبعدين ابتديت تتدفق بمعلومات، عايز اعرف دي معلومات ولا وجهه نظر ولا حد يعني تحدث فيها امامك؟ لا لا معلومات. طيب معلومات، هناك طيب اتجاه جاد كلام جميل لتنقيط الجمعيه، كلام جميل بقى نقف هنا لحظه واحده. ايوه، لماذا لم تعلن شروط مسابقة كاس مصر للرأي العام لوسائل الإعلام؟ كان المفروض بعدين قدامنا دلوقتي، قدامنا الخطاب اللي اتبعت للأندية بالشروط، ونشرحها للناس عشان كله يلتزم بيها، إنما يعني تبقى هي مبعوتة للأندية بس ما تتكلموش، وبعدين نبتدي إحنا نبقى عارفين الاتجاه الاستراتيجي بتاعها أو التوجه السياسي في السياسة، مش السياسي يعني سياسة إدارة الفترة القادمة في كرة القدم، ما احنا يعني يبقى شيء مش مفهوم، يعني كان ينبغي أن يكون الجواب ده قدامنا نناقشه الحقيقة. شروط الأندية، يعني تقدر الأندية تتحدث إيه اللي وصل لها من هذه الشروط وإيه اللي هي معترضة عليه، لكنه زي النهاردة وزي كل نهاردة في لحظة بيفرح فيها جمهور الأهلي باستمرار، ربنا يديم هذه الأفراح والانتصارات. 15 سبتمبر 2013 4-2 الأهلي على الزمالك، ورقم 4-2 في نتائج الأهلي والزمالك رقم دايما مبشر وله دلالاته. الأهلي فاز، كانت المباراة في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، سجل وليد سليمان وأحمد عبد الظاهر ومحمد أبو تريكة وأحمد فتحي أهداف الأهلي زي ما حضراتكم شايفين. دي كانت في 2013 يا باشمهندس 15 سبتمبر، ودي سنه اللي الاهلي كسب بيها بطوله افريقيا اظن. كسبنا ورحنا في المغرب. بص، باستمرار في دوري ابطال افريقيا الزمالك لما بيبقى موجود مع الاهلي كان بيبقى وشه حلو على الاهلي يا رب في دوري ابطال افريقيا، يعني يا رب تبقى قاعده باذن الله ان شاء الله. دي اهداف مباراه، ده الهدف الجميل لابو تريكة، كلها كانت اهداف حلوه الحقيقه، هدف وليد سليمان في بتاع التعادل كان رائع. وليد سليمان واحمد فتحي هم اللي موجودين في الصوره، محمد ابو تريكه واحمد عبد الظاهر خرجوا من الفريق، ابو تريكه اعتزل واحمد عبد الظاهر اعتقد اعتزل، ممكن تنقل بين اكتر من نادي، والسنه اللي فاتت كان في حرس الحدود بس ما سمعتش انه اعتزل، لا مستمر. مهاجم كويس ربنا يوفقه. اللي اعتزل سيد حمدي مؤخرا، وطبعا ما كابتن محمود فتح الله برضو اعتزل، يعني لعيبه كبار. طيب 20 سبتمبر يوم حافل بالانتصارات الاهلويه، فال وعليه الكمال ما شاء الله. 20 سبتمبر 85 الاهلي فاز على دراجونز بنين 4-0، كانت في دور الثمانيه لبطوله افريقيا لابطال الكؤوس، سجل منها الكابتن محمود الخطيب هاتريك والكابتن طاهر ابو زيد هدف. ده 20 سبتمبر
يعني يوم أهلاوي سار جدا يكمل بإذن الله تعالى. المايسترو يلا يا خالد حلوة طويلة من ورا الباك ومصطفى عبده بالعضبة يلا هبة ايه خطير لعبت الكرة تروح لخطيب لما الكرة وماشي ومع بدر ياخدها على ما ايه وماشي الخطيب يوجد ماشي هيبقى طبعا الواحد ما بيشبعش ان يتفرج على الاجوان الجميله دي ما بتشوفش جون وحش الحقيقه او استروبيا كلها جوان ملعوبه نجوم كبار جدا كابتن خطيب كل جوانه لمسات ماركة الخطيب صحيح طيب 20 سبتمبر كمان بس 87 الاهلي بيفوز على افريكا سبورت الافواري 2-0 كان في دور الثمانيه لبطوله افريقيا ابطال الدوري حسام حسن وعلاء ميهوب باتريس جول الثاني الجول الثاني بدر يجب كل مصر دلوقتي بتدعي هو طبعا كسبنا الماتش ده 2-0 واحتكمنا ضربات الجزاء لان كنا خسرين 2-0 الماتش طيب وده بيعكس الفرحه العارمه للكابتن علاء ميهوب لما جاب الجون يعني طيب 20 سبتمبر لكن اهلا بحضراتكم من جديد صحيح في غموض صحيح انه ميتشو الصربي ما يعرفش حاجه عن ريني فايلر المدير الفني للاهلي ما شافش الاهلي وافكار فايلر على الجانب الاخر ما عندوش معلومات كافيه عن الزمالك غير الفيديوهات والسيديهات اللي شافها عن المباريات الاخيره واتفرجوا على اخر مباراتين لكن هو المهندس عدلي حسم الليله قال لك هو بعد 10 دقائق كل واحد عرف التاني لا حد عايز يشوف فيديوهات ولا حد يتكلم على الغموض والسرية كل شيء انكشف وبان بعد ربع ساعة أو 10 دقائق ورحمة الله على كابتن محمود بكر لو كان موجود كان أرى الخطة قبل الماتش ما يبدأ فبالتالي هي ديت أجواء القمة وهي ديت أدبيات الأهل والزمالك إنك باستمرار في غموض في معرفش إيه في إيه في إيه لأ على أرض الواقع كله بيقرا بعضه وكله بيعرف اوراق التاني احنا بنتكلم على مديرين فنيين كلهم كبار يعني ولهم خبراتهم ما ينفعش ان احنا نقول فوجئه ومفاجاه مفاجاه لما تجيب لعيب مثلا ناشئ ما حدش يعرف عنه حاجه زي بيليه كده في كاس العالم في السويد وتكتشف ان في لاعب فاز ينزل يقلب لك الماتش دي المفاجات تزق ميسي ولا رونالدو قبل ما حد يعرف عنه حاجه هي دي المفاجات أما وأن عناصر اللعبة من نفس الأفراد ما عدا واحد أو اثنين فما مش هي دي يعني اللي هتغير من مش هتغير من الأمور كتير يعني اللي هيغير من الأمور كتير إنك أنت فايلر هيقف لأول مرة في مواجهة جماهير الأهلي في مباراة بطولة هو
دي المحكات بقى. كل الامور بتشي بقوه شخصيه الراجل ده. وبالمناسبه بقى لابد من الجمهور يدعمه في هذه المباراه ايا كانت. لانه اول مره هيتعرفوا على بعض. فلابد الراجل يشعر انه مع جمهور مثقف واعي مدرك حجم التحديات بيقدر يقف ورا ظهر فريقه فعلا، مش قاعد بيتعامل مع 5000 كوتش في المدرج. لان حقنا كلنا نتكلم في الكوره بس مع بعض. ايوه بس مش حقنا كلنا نوجه المسؤولين يعملوا ايه. فنتمنى برضو مش هتفوت جمهور الاهلي انه يدعم فايلر وجهازه بكره باذن الله. فايلر لما جه ناس كتيرة اتكلمت على السيفيهات، لكنه الناس تذكرت انه اول سوبر تحقق للاهلي كان على يد البرتغالي الفاز توني اوليفيرا، كان جاي ويملك سيفي هو الاعلى لاي مدرب يترشح من البرتغال تحديدا للنادي الاهلي. توني اوليفيرا لم يصادفه التوفيق عشان يكمل عقده مع النادي الاهلي. اقول لك سر؟ اتفضل. توني اوليفيرا انا كنت بتفرج واحيانا كنت اشعر انه يمسك دماغه وتروح منه ساعات. كان يعاني من مرض، كان تعبان. توني اوليفيرا لما ترشح اللي رشحه كان مانو جوسيه. وكان بيشير اليه انه استاذه. وزي ما انت قلت اتقل سيره ذاتيه صحيح لكل المدربين البرتغال اللي دخلوا مصر. لكن انا اشك انه كان يعاني من مرض. توني اوليفيرا مؤخرا تذكر هذا اللقب الوحيد اللي حققه مع الاهلي وكان السوبر الاول للاهلي في 2003. الزميل عمر البنوبي المحرر الصحفي ببوابه اخبار اليوم الالكترونيه اجرى حوار مع توني اوليفيرا تذكر فيه اوليفيرا اللقب الاول للسوبر مع الاهلي. نشوف. 28 August 2003 in the history of Al Ahly club, because it's the first time that we won the Egyptian Super Cup. It was a tough game. It was a tough game decided by penalties where Ahly helped us. It was for me a pleasure. I am proud for to be coach of Al Ahly, big club and big fans. I hope that we win tomorrow this same trophy that I have in my hands. Good luck, inshallah. قيمة هذا السوبر كانت ايه بقى استاذ ابراهيم؟ الزمالك كان راكب في الفترة دي وكسب الاهلي في الدوري وفي ماتشات الدوري اكتر من مره. فكان كل الترشيحات تصب في صالح الزمالك، ما كانش في حد بيتكلم عن فرص الاهلي خالص. فكانت دي اول مره الاهلي يكسر سلسله الانتصارات ببطوله. وبعد كده يعني اقتربنا كثيرا في السنه اللي وراها من الدوري اللي راح في اللحظات الاخيره، وبعد كده جه مستر مانو جوسيه بقى شال الليله. فكانت القضيه شال الليله. كانت القضيه. طيب ال 15 بطوله للسوبر مهمين، ان انت كمان يبقى عندك بدايه موسم بمباراه سوبر كويسه قوي، يزيد من قيمتها ان يبقى فيه حرص دايما وابدا على انها تتلعب في اجواء كويسه، تتلعب في حضور جماهيري، وحبذا لو كانت بين بطل وبطل. لو بين بطل وبطل بتبقى النديه اعلى ويبقى الصراع فيه درجه من المنافسه الحقيقيه. في مرات كتيره سابقه اعتذار البطل عن عدم المشاركه كان بيخليك احيانا توصل تجيب السادس والسابع بتاع الدوري، فبتبقى النديه اقل شويه. لكن سوبر يعني بطلين. ال 15 بطوله للسوبر ودي قيمه الاهلي، هات لي بطوله
اتلعبت على ارض مصر النسبه الاغلب في الفوز بيها ما هوش للنادي الاهلي. النبي لو عملوا بطوله في ايه والاهلي مشارك فيها قيمه الاهلي انه يبقى نمبر 1 باستمرار، هتلاقيه الاكثر حصادا لاي القاب كرويه بيشارك فيها في اي بطوله تتلعب، كاس السلطانيه، كاس مش عارف الخديويه، اي بطوله هتلاقي الاهلي الاعلى حصولا على القابها، كاس مصر، الدوري، افريقيا، السوبر. من بين ال 15 بطوله اتعملت للسوبر الاهلي عنده 10 القاب فيها. يعني متخيلين ان الاهلي شارك في بطوله السوبر 12 مره على كاس السوبر فاز 10، منها 8 مرات على نادي بطل ومرتين فقط بعد اعتذار وصيف البطوله. الاهلي في 2006 و2007 فاز بالدوري والكاس، كان الزمالك وصيف بطل الكاس واعتذر في المرتين، لعب بدلا منه ثالث الدوري انبي في 2006 والاسماعيلي في 2007. الاهلي شارك مره واحده بصفه وصيف كان بطل الكاس لما الزمالك خد الدوري والكاس في موسم 2014 و2015، اعلى موسم للهدايا التحكيميه. اعلى، خلي بالك بس ده ما اشتركش فيه الماتش ده كمان. حصل حاجه غريبه جدا. يعني الاهلي في 2001، انت بتتكلم على 2001؟ لا، 2014 2015. انت بتعمل لي فلاش باك بقى. طيب اتكلم على دي، لكن انا عايز اتكلم بعديك على 2001 لانها طيب. شهدت وقعه غريبه جدا. ابدا في 2001، الزمالك وغزل المحله، كان غزل المحله وصيف الكاس، الزمالك الاهلي كان بطل الكاس. ايوه، ما لعبش ليه؟ الاهلي اعتذر ليه؟ بعد ما اتحاد الكره حدد يوم واحد فقط من وصول الاهلي من مباراه اسك ابيجان، بيلعب في ساحل العاج مع اسك ابيجان ويتعمل المباراه ثاني يوم من وصوله. يعني هتلعب. شايف المضايقات من امتى؟ شايف الهدايا من امتى؟ لا، انت هتيجي النهارده تلعب بكره، تلعب تقريبا بكره، لان انت بتيجي من سفر حوالي 10 12 ساعه، على ما تحط شنطك وتفكها تبقى بتلعب بكره. فالاهلي طبعا قال له ده معقوله؟ قالوا طب خلاص اذا كنت مش جاهز المحله تلعب. ففقد الاهلي اول القاب السوبر في اول نسخه له، وبعد كده كسب 2003 بتاع توني الفيرا. الزمالك فاز بهذا اللقب بهدفين سجل له حازم امام وحسام حسن، وسجل لغزل المحله محمد محروس العتراوي. كان المحله لعب بدلا من الاهلي، المحله كان وصيف بطل الكاس. دي مباراه اللي اول مباراه اتفرج عليها الاهلي والمحله، اتفرج عليها مانويل جوزيه للاهلي، كان جاي يستلم المهمه، اتفرج على مباراه الاهلي والمحله مع المهندس عادل القيعي، واشتكى بعدها من حاجه غريبه. انت عملت له حاجه؟ قرصته كتير ولا ايه؟ لا بص، هو انا كنت لسه جاي، انا وكابتن خطيب جايبينه وراجعين من البرتغال. شوفوا 2001 الاهلي بيبعت وفد يجيب مدرب، مش بيقلد حد. كابتن صالح قال لي هو ما يعرفش حد خالص، خليك مع الراجل ده. تروح بيه الملعب وتلف بيه وبعدين تطلعوا على الماتش بالليل. فالماتش كان زحمه جدا 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 لدرجه ان احنا ما عرفناش نوصل، مش عارفين نخش ومش عايزين يفتحوا. في وصول وزير الشباب فاضطروا يفتحوا وراحوا عاملين لنا كده خشوا معاه سربوه. فدخلت انا ومستر مانويل، فجابوا لنا كرسيين خرزان مفيش مكان في المقصوره، وقعدونا ورا سنه كده. فطبعا الماتش كان عصيب جدا، كسبنا 1-0 بالعافيه في الاخر. اهله محله نهائي الكاس. وبعدين وانا ماشي بقول له ايه رايك؟ طبعا هو شاف جمهور الاهلي، الراجل بقى يبص كده. هو ادرك، هو وقع في غرام الجمهور في اللقطه دي. فادرك، لا القصه مش هزار. ده احنا مش لاقيين مكان في المقصوره، ومفيش مكان لنص، يعني في الملعب 80,000 ولا 85,000، وفي حوالي 10-15,000 واقفين بره مش عارفين يخش. قال لي مستر، بقول له ايه رايك في المباراه مستر مانويل واحنا راجعين؟ قال لي مستر عادلي يو كيك مي 3 تايمز، رفضت رجلي. انت عمال تخبط لي مع كل هجمه. مع كل هجمه بفز انا كده الظاهر. قال لي مستر عادلي يو كيك مي 3 تايمز. ضربتني 3 مرات.
وطبعا طيب. الماتش ده تاني يوم بيجتمع مع كابتن صالح فبيقول له يعني ايه، قال له لا انا عجبني جدا جدا نمر 5 في المحله ونمر 5 في الاهلي. 5 في الاهلي كان الكابتن سمير كمونه، 5 في المحله كابتن وائل جمعه. قلت له في باد نيوز لكن ممكن يبقى جود نيوز، قال لي ايه؟ قلت له غالبا 5 بتاع الاهلي هيتوقف. الاتجاه انه عايزين سمير كمونه يا جماعه توقف ساعتها. قالوا انه اشار بصباعه اشاره خادشه، لم يراها الحكم، ما شافهاش ما كتبهاش والمراقب ما ذكرهاش، خدوا براي لمراقب للحامل الرايه. طيب راي مشكوك فيه ما حدش شافه. كابتن فاروق جعفر كان وقتها المدير الفني للمحله برأ سمير كمونه، قال لا ما شفتوش بيعمل كده. ومع هذا سمير كمونه خد سنه كامله على فعل ما حدش شافه ونسب اليه. متخيلين إشارة لم يرها أحد يتوقف عليها أفضل مدافع وقتها في الأهلي وفي منتخب مصر؟ شوفوا مانويل جوزيه كان قال عليه من أول مرة يشوفه، يتوقف سنة كاملة. شوفوا دلوقتي اللي بيحصل ولا حاجة. وخدناه وديناه تركيا لعب السنة دي، يعني الحقيقة ما علينا. لو رجعنا لكن للحلال والحرام هتلاقي حاجات تضحك. طب عايز واحدة تانية؟ خد الكبير 2002 2002 الزمالك فاز بالسوبر. ايوه. طيب ال 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 فاز بالسوبر، الجدول كان قدامي اهو. 2002 الزمالك فاز بالسوبر ازاي؟ الاسماعيلي كان بطل الدوري. ايوه. فاحتج الاسماعيلي انه مش عايز يلعب في استاد القاهره، وقال ان لعبتوني في استاد القاهره مش هلعب، فاعتذر. والاهلي كان الوصيف. ايوه. قال لا انا ما العبش يعني، معتذر. المحله الثالث اعتذر. انهم يلغوها يقول لك سوبر، لعب المقاولين العرب رابع خامس الدوري او خامس الدوري. خامس الدوري. بس عايز اقول حاجه لجمهور الاسماعيلي. شوف هنا اسماعيلي بطل الدوري. معترض انه يلعب في القاهره. ده يخلينا نفتكر وجمهور الاسماعيلي يفتكر موقف النادي الاهلي وتحديدا وقتها الكابتن صالح سليم. الاسماعيلي هيلعب مع الاهلي مباراه نهائي كاس مصر، اتحاد الكره محدد للمباراه بالليل. المهندس اسماعيل عثمان رئيس النادي الاسماعيلي، الاسماعيلي عايز يلحق الجمهور يتفرج بالنهار ويرجع. حصل الموقف وانت شاهد عليه. كان مستر هولمان. وبعدين بدأت الأنباء تيجي إن إسماعيلية هيصة فيها مشاكل كتير يعني. والجمهور بيقول إحنا عشان نروح نلعب الساعة 8 ممكن يبقى فيه إكسترا تايم، هنرجع إزاي بالليل؟ عايزين يلعبوا الساعة 5. المهندس إسماعيل عثمان قال لهم دي مش بتاعتي، اتحاد الكورة قرر كده. واتحاد الكورة بقى مع صالح سليم ما بيغيرش حاجة. عارفين ان هو اللي يقولوه هم اللي يقولوا بس يلتزموا. فاصبح الماتش مهدد، الاسماعيلي احتمال كتير ما يلعبش. فكابتن صالح واحنا قاعدين كده ليله الماتش الساعه 4 كنت في مكتبي داخل، ف بنتكلم فبقول له ده في هيصه في الاسماعيلي والماتش في مشكله يمكن ما تلعبش. قال لي ليه؟ قلت له والله يعني عايزين يلعبوا الساعه 5 لان حجتهم يعني انهم مش عايزين يتاخروا قوي لان ممكن يبقى في اكسترا تايم يروحوا امتى. فالكابتن صالح قال له طيب وبعدين؟ قلت له هو الحل لو الناديين اتفقوا اتحاد الكوره ممكن يتفق. هيوافق طبعا، بس اتحاد الكوره لو الفرقتين ما اتفقوش مش هيقدر ياخد قرار. فقال لي هو قال لي طيب ما نتصل بهولمان. قلت له هو دلوقتي عنده تمرين الساعه 5. فقال لي تعالى نروح الملعب. فراح لهولمان قال له مستر هولمان عندك مشكله تلعب الساعه 5؟ قال له لا خالص، ما انا بمرن الساعه 5. قال له الاسماعيلي وشرح له الوضع يعني، فقال له لا نلعب الساعه 5 ما عنديش مشكله. إذا كان ده ينقذ المباراة
مباراة مهددة انها ما تلعبش. صالح مش عايز فكرة اني اكسب بالطريقة دي. ان اتمسك بقى والاسماعيلي ينسحب فقال لي خلاص كلم انت سمير زاهر. انا هكلم اسماعيل. اطلب لي اسماعيل. اسماعيل ربنا يديله الصحة. اسماعيل عثمان. وانا وانت اتكلم سمير زاهر لو اتفقنا. فبطلب المهندس اسماعيل. لقيت جنبي صريخ ودوشه وهو بيقول لي الو. قلت له يا كابتن اسماعيل بيه كابتن صالح عايز يتكلم. قال له استنوا كابتن صالح على التليفون. الكابتن صالح على التليفون اسكتوا. فابتدت الناس تسكت. فراح كابتن صالح قال له يا اسماعيل لو في مشكله كبيره تهدد اقامه المباراه ومساله ان احنا نوافق نلعب الساعه 5 انا ما عنديش مشكله عشان راحت جمهور الاسماعيلي. يا كبرنا طول عمرك كبير كابتن صالح وافق يا جماعه يلعب الساعه 5 وبتاع. سقفوا وخلصنا. وانا كلمت الكابتن سمير زاهر طبعا وافق. ولذلك كان انت فاكر الكره دي الاسماعيلي جول احمد فكري بيه احمد فكري الصغير بشوطه من بره 18 كده فاز الاسماعيلي والاهلي ده يعني 5 6 جوان في المهم يعني المشيئه ان الماتش ده ما كسبناهوش. المهندس اسماعيل عثمان اهدى الكاس لو تذكر للكابتن صالح سليم في المباراه دي. صحيح بتهدي الكاس لمين؟ قال لهم للكابتن صالح سليم. صحيح ده الاهلي لانه بمناسبه السوبر 2002 اللي المهندس عادل اشار اليه الزمالك كان بطل الكاس الاسماعيلي بطل الدوري. اسماعيلي تمسك انه انا بطل الدوري ما العبش في القاهره. الزمالك تمسك انه يلعب. الاتحاد اتحاد الكره وقتها فضل يتسلسل في المساله. اسماعيلي بلاش الاهلي بلاش فضل ودي ماشي. ودي ودي يا استاذ ابراهيم تقودنا لنقطه مهمه جدا. مفيش حاجه اسمها الحاله الوحيده اللي العب فيها مع الوصيف لما اكون انا البطل في المسابقتين. انما مش فرقه تعتذر وفرقه تعتذر وبعدين اسمه سوبر. ايه السوبر ده؟ هو لازم لائحه يتقال فيها وليكن مثلا مش انت بتلعب بطلاي الموسم؟ اه هو ده السوبر. انما تختار لي فرقه يعني مع احترامي وقتها للمقاولين العرب هو كان فرقة. خامس الدوري ما ينفعش انك بطل الكاس او بطل الدوري مع خامس المسابقه وتقول لي سوبر المصري. يعني هو ده الاسماعيلي بطل الدوري والوصيف بتاعه النادي الاهلي. والاسماعيلي خد الدوري ده وقتها كابتن محسن صالح خده من مانويل جوزيه بعد اسرع مباراه واجمل مباراه واقوى مباراه في تاريخ الكره في مصر. 4-4 الاهلي والاسماعيلي. على اثرها فقد الاهلي فرصه الفوز بالبطوله. فاز الاسماعيلي باللقب. لما تحرم الاسماعيلي انه يلعب ماتش السوبر مع الزمالك بطل الكاس ده ما عجبش الاهلي الوصيف. فالفيلم لا ما ينفعش. الاهلي ما رضيش يلعب. ففضلت ماشيه لغايه لما وصل للخامس. هنا لازم تبقى فيه لائحه واضحه. الاسماعيلي تمسك بحقه كونه بطل دوري. طب هل اللائحه مش المفروض تكون واضحه وصريحه؟ تقام المباراه وليكن في القاهره. خلاص يبقى لو المباراه بين الاسماعيلي والمصري ولا الاتحاد وسموحه يجوا القاهره. اللائحه تنفذ ان ينص على المباراه تقام في العاصمه. بس السوبر بالذات ملعبها مش متحدد. لو مش متحدد قول ان المباراه يعني في ملعب كاس مصر في العاصمه مثلا. كاس مصر في العاصمه, في العاصمة على طول. قول ان مباراه السوبر في ارض بطل الدوري ايا كان هو مين بطل الدوري. يعني لو الاسماعيلي واخد الدوري هو الاتحاد الافريقي هيبتدي ينفذ القرار ده. لا الاتحاد الافريقي عنده السوبر في بطل الدوري. الجديد انه هيلعبها في ارض محايده. سوري هي في بطل الدوري هيلعبها في ارض محايده بالظبط. فبالتالي نتمنى انه ده يتم استدراكه في لائحه المباراة. مباراة السوبر هتتلعب بين بطل وبطل. ويا ريت يبقى في عقوبة على اللي يعتذر عشان تحافظ على ندية وقوة المباراة. مباراة السوبر بطل وبطل في أرض كذا يا إما في القاهرة يا إما في ملعب بطل الدوري. 2003 يا باشمهندس الأهلي والزمالك. الزمالك كان بطل الدوري والأهلي بطل الكاس. المباراة خلصت 0-0. ركلات الترجيح 3-1. دي مباراة توني أوليفيرا اللي أشرنا إليها من شوية واللي اتكلم عنها أوليفيرا في بوابة أخبار اليوم. كان السوبر الأول للأهلي يعني السوبر الأول للزمالك كان مع غزل المحلة في 2001. الأهلي احتاج سنتين اتنين بعد الزمالك عشان
يفوز بلقب السوبر. 2004 الزمالك مع المقاولين، المقاولين بطل الكاس، الزمالك بطل الدوري والمقاولين بطل الكاس، لكن فاز المقاولين 4-2. الزمالك بطل الدوري والمقاولين بطل الكاس، ده موسم 2004. 2005 الاهلي بيلعب، خلي بالك كلبي. الموسم ده بقى حصل حاجه غريبه جدا. المقاولين كان بيلعب درجه ثانيه ممتاز به، ايوه، ومشي في الكاس قابل نادي الاسماعيلي، ده الكابتن حسن شحاته كان بيدربه، الكابتن حسن شحاته قابل نادي الاسماعيلي، كسب النادي الاسماعيلي، والاسماعيلي كان الذي بادر بالتسجيل اولا. مفاجاه مدويه، بيلعب النادي الاهلي، كسب النادي الاهلي، ده كسب ايه؟ ما انا هحكي لك. وكان الاهلي قد بادر بالتسجيل اولا عن طريق محمد جوده، ايوه، وبعدين جت ضربه جزاء لمحمد جوده اهدرها، يعني لعبها واهدرها. وفي الماتش ده مانو جوزيه عمل الثلاث تغييرات، كان في كابتن محمد رضوان الباك رايت كان مصاب واخفى اصابته عن مانو جوزيه، احمد رضوان واخفى اصابته عن مانو جوزيه او ما خدش العلاج، فنزل اتعور، لبسنا التغيير الثالث في اوضه اللبس، فتعور امير الجول عبد الحميد، ده امير اتعور بكسر في الساق، في الساق، يعني ما تحصلش كده. فلعبنا المباراه كملناها بشادي محمد حارس مرمى، حارس مرمى، وخسرنا المباراه. خسرنا المباراه، فالاسماعيلي يقصي المقاولين من الدرجه الثانيه، يقصي الاسماعيلي ثم يقصي الاهلي، وكان متاخرا في الماتشين عن يلاعب الزمالك في السوبر، يتقدم الزمالك يفوز في النهايه الاسماعيلي المقاولين 4-2، يعني خرج اسماعيلي اهلي زمالك ورا بعضيهم، بعدها مشي منتخب مصر. شوفوا يعني الحاجات الكبيره ممكن تتولد صدفه، الصدفه لعبت دور كبير جدا، انه امير عبد الحميد يتعور بكسر كامل في الساق حارس المرمى، فيلعب شادي محمد حارس مرمى عشان المقاولين يوفق في انه يكسب، وبعد كده يلعب الزمالك فياخد الكاس، جول الفوز فعلا جه في كورنر. فلجنه اتحاد الكوره المشرفه على الاتحاد وقتها برئاسه الكابتن عصام عبد المنعم، المنتخب نفس الظرف الحالي في فراغ في الجهاز الفني، فاوكل المهمه، وكان الاتفاق على انه ده بشكل مؤقت للكابتن حسن شحاته، لعب مباراه المنتخب مشي كويس، فبدا التفكير في استمرار الكابتن حسن شحاته، فكلها ولدت بهذه الصدف السعيدة علشان يصنع حسن شحاتة أسطورة في المدربين الوطنيين لم تحدث من قبل. أنا كنت في المجلس وإحنا بندرس مين يمسك منتخب مصر. كابتن حسن شحاتة لم يدرب يوما قبل منتخب مصر في الدوري الممتاز. كل الفرق الشرقية والمنيا والمقاولين ياخدها يطلعها. صعد دوري ممتاز تحديدا وما يطلعش معاه. يشوف غيرها، يشوف غيرها. فحقق نتائج مبهره مع الفريق، ودي كانت وجهه نظرنا، هو ده المدرب الذي يخوض التحديات باقل الامكانات. فما بالك بقى لو معاه امكانات منتخب مصر، وكان عند حسن الظن. صحيح. ادانت اسطوره الكابتن حسن شحاته. 2005 الاهلي وانبي، انبي بطل الكاس والاهلي بطل الدوري، وفاز الاهلي بهدف وائل جمعه زي ما حضراتكم شايفين. طيب الاهلي وانبي 2006، انبي تالت الدوري والاهلي بطل الدوري والكاس، انبي تالت الدوري بعد اعتذار الزمالك، كان المفروض المباراه هتكون بين الاهلي والزمالك، لكن الاهلي كان فايز بالدوري الممتاز وكان ايضا فايز بالكاس بعد الفوز على الزمالك في النهائي 3-0. يعني احنا كسبنا كاس من الزمالك 3-0، فلما جه السوبر اعتذر. اللائحه وقتها اذا كان في فريق واحد واخد دوري وكاس يبقى كاس السوبر بين الفريق ووصيفه في الدوري، فكان الزمالك في هذه الحاله، الا انه الزمالك ما كانش عنده رغبه انه يشارك في هذه المباراه،
فتم اختيار انبي ثالث الدوري وفاز الاهلي على انبي بهدف محمد ابو تريكه. 2007 الاهلي بيلعب مع الاسماعيلي، الاهلي ايضا بطل الدوري والكاس، كلها القاب الحقيقه، القاب الجداره والاستحقاق. مش هتلاقي الاهلي واخد لقب الا هو بطل الدوري والكاس او بطل الدوري وبيلعب بطل الكاس باستمرار، عنده هذه الجداره وهذا الاستحقاق. الاسماعيلي كان ثالث الدوري بعد انسحاب الزمالك، كان الزمالك وصيف في البطولتين. الاهلي فاز 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 زي ما حضراتكم شايفين. 2008 الاهلي والزمالك في السوبر، الاهلي بطل الدوري، الزمالك بطل الكاس. الاهلي فاز بهدفي احمد حسن ومعتز اينو، والاثنين بدلوا، يعني بعد كده احمد حسن مشي من الاهلي راح الزمالك، وكان اينو سبقه من الزمالك جه الاهلي. ده هدفين، ده جون اينو الرائع، جون رائع. هو كان متخصص في الكوره دي حقيقه. طيب الاهلي وحرس الحدود 2009، الاهلي بطل الدوري وحرس الحدود بطل الكاس، فاز حرس الحدود 2-0. 2010 الاهلي لعب تاني مع حرس الحدود برضو، 2000 الاهلي بطل الدوري والحدود بطل الكاس، الاهلي فاز بهدف محمد ابو تريكه. ده هدف الاهلي في الحرس لابو تريكه. 2011 الغيت المباراه في ثورة يناير. 2012 الاهلي بطل الدوري، انبي بطل الكاس، الاهلي فاز 2-1. وانا بس يعني عايز اتوقف بس يعني شوف 2009 في عز فرقه الاهلي العتويله يعني، ايوه، تلعب مع حرس الحدود ونخسر 2-0. مباريات الكؤوس والحاجات دي ملهاش معيار يا استاذ ابراهيم. ايوه، البطوله اللي من مباراه واحده دي معلهاش كبير، ملهاش كبير طبعا. 2012 الاهلي وانبي، الاهلي بطل الدوري، انبي بطل الكاس، الاهلي فاز 2-1 بعبد الله السعيد وجده، وسجل لانبي محمد شعبان. دي مسيره البطل السوبر، 10 سوبر يا اهلي. 2013 الغيت المباراه، الغيت المباراه ايضا. 2014 الاهلي بطل الدوري، الزمالك بطل الكاس، التقى الفريقان، الاهلي فاز 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراه بالتعادل السلبي. ده سوبر 2014. دي اهداف ضربات الترجيح للاهلي والزمالك وتتويج الاهلي بهذا اللقب 5-4 بركلات المعاناة. الجرايد النهاردة بتقول ميتشو مرن لعيبته امبارح على ضربات الجزاء. ما هو أحد النتائج، أحد المواقف المحتملة، والأهلي النهاردة اتمرن عليها ضروري. موقف محتمل جدا يعني. ده احنا في ضربات الجزاء يعني الأهلي والزمالك في 2016، بس لما نقول الأول 2015 ما جيناش ناحيتها. لان 2016 دي من اغرب الماتشات اللي لعبنا فيها ضربات جزاء الحقيقه. طيب 2015 الاهلي والزمالك، الاهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكاس، الاهلي فاز 3-2، سجل له عبد الله السعيد هدفين، ومؤمن زكريا شفاه الله، وسجل للزمالك عمر جابر وكهرباء، 3-2 للاهلي. ده 2015 زي ما حضراتكم شايفين. دي المباراه اللي كانت في الامارات، مياه كثيرة مرت في النهر، عبد الله السعيد مشي، مؤمن زكريا بيتعالج، عمر جابر راح بيراميدز، كهربا راح البرتغال. كهربا مش موجود، الدنيا متغيرة جدا بسرعة. السنة اللي وراها بقى دي السنة اللي الزمالك خد كل حاجة فيها، دوري وكاس وسوبر. 2016 الاهلي بطل، الزمالك بطل الدوري والكاس، والاهلي وصيف الدوري والكاس. الزمالك على كاس السوبر فاز 3-1 في ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي. اتفضل. المباراه دي من اغرب المباريات، لان كان المفروض نكسبها. مش دي بتاعت الحكم المجري؟ مؤمن يا مؤمن. مش دي الحكم المجري ولا ايه؟
هي بتاعت الحكم المجري، ركلات الترجيح. مش هي؟ هي. انا هجيب لك دلوقتي المواقف التحكيميه هوصلها. ليه احنا ضيعنا اول ثلاث ضربات ضيعناهم. ايوه. من اهم لعيبه عندنا هي اللي كانت بتضيع. صحيح. 2017 الاهلي والمصري، الاهلي بطل الدوري والكاس والمصري وصيف الكاس. يعني فاز الاهلي بهدف ازار. اما ضربات الترجيح تنتهي 3-1، حد يصدق؟ لا طبعا. ده الاهلي والمصري. وقال لك اصل حارس المصري هو حب يرقص حظه. شايفين لقاءات السوبر، الاهلي والزمالك خلاصته اتقابلوا في السوبر 5 مرات على كاس السوبر. يعني بكره ان شاء الله الجمعه المواجهه السادسة بين الاهلي والزمالك في السوبر. الخمس لقاءات للاهلي والزمالك في السوبر، توج الاهلي باللقب 4 مرات وخسر مره واحده لصالح الزمالك، والمره اعترف عليها الحكم المجري. يعني المفروض ان انت كسبان في الوقت الاصلي. فتستدرك. ما تحتاجش لركلات الترجيح. وكان وان سايد جيم الماتش ده. بالظبط. وكانوا راجعين اللعيبه من المنتخبات. ايوه. مع المنتخب واتلعبت البطوله، والاهلي كفته الارجح طول المباراه. ايوه. والخطه كانت واضحه جدا ان تستدرج الى ضربات الترجيح. شوفوا ضربات الترجيح، علشان كده المدربين في الفرقتين في اليومين اللي فاتوا اهتموا بده. الخمس مرات اللي الاهلي لعب مع الزمالك في السوبر، 3 منهم اتحسموا بركلات الترجيح. وده يكشف النديه وصعوبه لقاءات القمه. عشان كده هذا الحل محتمل ووارد. 2003 الاهلي فاز 3-1 بركلات الترجيح. الاهلي 3-1. 2014 5-4 ركلات ترجيح. و 2016 الزمالك فاز 3-1 بركلات الترجيح. يعني 3 مرات يا باشمهندس من الخمسه فرقتين بيحتكموا لركلات الترجيح. طيب كاس السوبر، كم نادي شارك في هذه البطوله ذات المباراة الواحدة؟ الأهلي ما شاء الله، إذا كان ده 15 سوبر، الأهلي شارك 12 مرة. بقول لكم اعمل بطولة في أي حاجة في الكورة، هتلاقي الأهلي الأكثر مشاركة، الأكثر فوزا، والأكثر تأثير فيها. خد الأهلي 10 سوبر من 12. شوفوا النسبة، يلعب على السوبر 12 مرة يكسب 10. الزمالك لعب 8 سوبر كسب 3. المقاولين شارك 2 مرات حصل على اللقب 1. حرس الحدود شارك 2 مرات خد كاس 1. انبي شارك 3 مرات ما حصلش على اي لقب فيهم. الاسماعيلي شارك 1 وما وفقش. غزل المحله ايضا ما وفقش في 1. والمصري نفس الحكايه. طيب بكره 2 مدربين اجانب، ريني فايلر السويسري في الاهلي وميتشو الصربي في الزمالك. المدربين مع السوبر اخبارها ايه؟ هلاقي الالماني اوتو فيستر يا باشمهندس فاز مع الزمالك في بطوله 2001، الاغلبيه مدربين اجانب بالمناسبه. اوتو فيستر الالماني مع الزمالك 2001، كابرال البرازيلي مع الزمالك 2002، توني اوليفيرا البرتغالي مع الاهلي 2003، حسن شحاته مع المقاولين 2004، مانويل جوزيه مع الاهلي، عد بقى 4 مرات 2005 2006 2007 2008. طارق العشر تلميذ مانويل جوزيه، واحد من المتاثرين به جدا، خد مع حرس الحدود لقب 1 2009. كابتن حسام البدري اللي بنهنيه بتولي المنتخب حقق اللقب 3 مرات 2010 2012 2017. خلي بالك يعني جريده حققه مع الاهلي اكمل لقب 1 2014. كابتن عبد العزيز عبد الشافي حققه مع الاهلي 2015، والكابتن محمد حلمي حققه مع الزمالك 2016. يعني في برضه حضور وطني يا باشمهندس. لا في حضور وطني، ولكن مانويل جوزيه 4 مرات يليه حسام البدري 3 مرات. اه يعني
برضو حسام عمل ألقاب كتيرة يعني، بنتكلم بمناسبة يعني تحمله مسؤولية منتخب مصر يعني، إنه هو مؤهل لده. إحنا شوف برضو هنرجع نتكلم، مش وقت إن إحنا ندي أحكام على بعضينا. ملناش دعوة دلوقتي إحنا كأهلي بموقف حسام مع الأهلي والأهلي مع حسام والجماهير والكلام ده. ده مدرب منتخب مصر، نتمنى له إنه ربنا يوفقه. و ما انا كنت عايز اسالك في الاول، ماذا يريد الاهلي من حسام البدري وماذا يريد حسام البدري من الاهلي؟ حاليا ما مش عايزين حاجه من بعض حاليا. ايوه، هو مدرب منتخب مصر. ايوه، ماذا يريد الاهلي والزمالك والمسماعيلي وكل انديه مصر؟ تمام، من حسام البدري. تمام، انه يشتغل انا متاكد هيشتغل بتوجه محايد جدا، متأكد ان هو يعني لو وجد الدعم الكافي يستطيع ان ينجح. اول الدعم منين؟ ايه؟ اول الدعم، اول الدعم لازم من الجهة اللي عينته. ايوه، يعني انا مقتنع باختياري ولا مش مقتنع باختياري؟ اديله الصلاحيات انه يشكل جهازه، اديله امكانيات انه يعمل ماتشات الوديه، اديله طبقا للائحه الدوليه المسافات او المساحات اللي يقدر يجمع فيها منتخبه، لازم ياخد الدعم. لا تنظر الى النتائج الوديه، ما 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 تنشغلش بالمعارك اللي قد يتعرض لها الجانبيه، ها، ولا هو ينبغي ان ينشغل بها. و أنا بنصح كل مسؤول النهارده، ما تحطش دماغك مع السوشيال ميديا. أيوه، ما فيش حد هيخش المعركة دي لما يخسر. اها، لأن السوشيال ميديا دي حاجة مش محددة. افتراضي. حاجة مش محددة، جماهير متفاوتين في الثقافة وفي السن وفي المشاعر وفي القدرة على الحكم على الأمور، لكن كل واحد في بينه وبين نفسه شايف إن هو أحسن واحد يقدر يحكم على الأمور. وبعيدا عن المسؤولية، أحسن ناس تعوم مين؟ من يجلس على الشاطئ. من يجلس على الشاطئ؟ الجالس على الشاطئ أحسن سباح في العالم. مباراة القمة مباراة مهمة جدا، نريدها سوبر، لكن إن شاء الله تكون بداية سوبر للأهلي. وده كان بالمناسبة غلاف مجلة الأهلي النهاردة، بداية سوبر بإذن الله وعدد الموسم، لأنه كله بيتحدث عن حصاد البطولات الكبيرة اللي حصلت للنادي الأهلي والتكريمات اللي تمت في النادي الأهلي، ثم هذه الهبة الرياضية الأهلوية بالخصوص للتضامن مع مؤمن زكريا، وحديث مطول وملف كامل عن الدوري الجديد وجدول الدوري باليوم والساعة. عدد مهم لجمهور يستحق. بعد الفاصل كلمنا عن المدربين، مين اللاعبين الخطيرين بكرة؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. اذا كان ريني فايلر السويسري في مواجهه ميتشو صربي مدرب الزمالك، الاثنين جداد على الساحه المصريه، الاثنين بيخوض معا لمباراه سوبر مهمه جدا، الاثنين عايزين يقدموا نفسهم للجماهير بشكل كويس، فعلى ارضيه الملعب لعيبه سوبر، لعيبه عندها خبرات كتيره في مثل هذه المواجهات. قائمه الاهلي اللي اختارها ريني فايلر لمباراة الغد اللي موجودة في معسكر برج العرب دلوقتي، طبعا ما شاء الله القائمة مكتملة، عدد العناصر من اللعيبة اللي جاهزة حدث ولا حرج، ربنا يوفقهم إن شاء الله. بس كمان في 13 لاعب اللي بيتين الليلاد في برج العرب مع الأهلي، في 13 لاعب سبق ليهم فرحوا فرحة السوبر مرات كتيرة. هقول لكم على سبيل المثال، حسام عاشور هو الكابتن السوبر، حائز الألقاب الكبيرة جداً، شارك قبل كده في مباراة السوبر في فوز الأهلي بيها 7 مرات. حسام عاشور فاز مع الأهلي بالسوبر 2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017. يستحق حسام عاشور الحقيقة كل التحية والتقدير على هذا الحصاد البطولي الرائع جدا في مسيرة هذا اللاعب. كابتن شريف إكرامي عنده 4 سوبر،
2010 2012 2014 2015 وليد سليمان الحاوي عنده 4 سوبر 2012 2014 و15 و17 القلب الأسد أحمد فتحي عنده 3 سوبر 2012 و15 و17 سعد سمير عنده 3 سوبر 2012 و14 و17 رامي ربيعة عنده 2 سوبر 12 و15 رمضان صبحي عنده 2 2014 و2015 فاز محمد الشناوي حارس المرمى الدولي بكأس السوبر مرة واحدة 2017 وأيمن أشرف 2017 ومعاه علي معلول وعمرو السولية وجونيور أجاييه ووليد أزارو كلهم كانوا مع الأهلي في قائمة السوبر 2017. وبالطبع في لعيبة بتحلم بفرحة السوبر الأولى مع الأهلي: محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمود وحيد، ألو ديانج، حمدي فتحي، صالح جمعة، مجدي أفشة، أحمد الشيخ وحسين الشحات وجيرالدو ومروان محسن وصلاح محسن، هؤلاء على قائمة الحلم بالسوبر. نتمنى أن تخرج القائمة وقد حصل كل لاعب فيها على بطولة السوبر إن شاء الله. بمناسبة اللعيبة خلونا نبارك لكريم ندفد. كريم ندفد نجم النادي الأهلي احتفل قبل يومين بزفافه، يمكن دي صور من فرحة كريم ندفد وعروسه رنا علاء، ألف مبروك. طبعا حضور كبير جدا لنجوم الأهلي، كابتن الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، كان حفل أهلاوي فرحة بكريم وعروسه بيقول لهم ألف مبروك. أنا يعني ظاهرة أن لعيبة الكورة بسم الله ما شاء الله يلاقوا يعني فتاة الأحلام في سن مبكرة فبمنتهى الشجاعة يتزوجوا في هذه السن الصغيرة. أنا حابب كده، حابب هذا الاتجاه إلى الاستقرار، وإن هم وفعلا بيبقوا في مسؤولية. نبارك برضو لرمضان صبحي وكابتن شريف إكرامي، رمضان رزق بمولوده الأول. زين وكابتن شريف وكابتن إكرامي، فولاد بيتحملوا المسؤولية الحقيقة. كل لعبتنا بيتزوجوا وبيشيلوا المسؤولية، مش بيتزوجوا وهم مش جاهزين يعني. فنتمنى له التوفيق يعني ألف مبروك لرمضان والخاله شريف إكرامي وجده كابتن إكرامي. أنا بقول لك كلهم يعني كله زين. فيا رب كده باستمرار أفراح وتهاني لكل الناس اللي بنحبها يا رب بإذن الله. طيب مباراة السوبر بكرة، يعني اتكلمنا على المدربين، اتكلمنا على اللعيبة، الحكام، طاقم التحكيم الألماني طاقم تقيل، فيليكس بريتش الحكم حكم الساحة، وقلت لكم كان لسه لعب مباراة ليفربول ونابولي يعني حكم من طراز كبير، بيساعده مارك بورش وستيفان لوب، والحكم الرابع هيبقى المصري محمد حسن. الحكم الألماني لعب في كأس العالم 2014 و2018، شارك كمان في دورة لندن الأولمبية 2012 وفي الأمم الأوروبية 2015، بيدير مباريات كبرى في الدوري الألماني، حكم نهائي كأس ألمانيا، بيشارك بصفة دايمة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وقد نهائي دوري أبطال أوروبا 2016-2017، حقق خلاله ريال مدريد الفوز على ليفنتوس 4-1 لو فاكرين، كما قد نهائي أو حكم نهائي الدوري الأوروبي 2013-2014 مباراة إشبيلية وبنفيكا. الثلاث اللي فات كان بيحكم نابولي وليفربول اللي خسر فيها محمد صلاح وزملائه 2-0. ظهر الحكم الألماني فيليكس في المنطقة العربية 6 مرات، لعب نهائي كاس مصر لو فاكرين الأهلي وحرس الحدود 1-1 2010، المباراة اللي خسرها الأهلي 5-4 بركلات الترجيح. حكم في الدوري السعودي في 2015-2016، وأيضا ظهر في مباراة الأهلي والزمالك في 2016 اللي الأهلي خسرها 3-1 بركلات الترجيح. ده بالنسبة للحكم. لا سوري، هو حكم بس في مباراة الأهلي وحرس الحدود 2010، وحكم في الدوري السعودي 2015 و2016، حكم مباراة في الدوري السعودي 2018، تقريبا بيحكم ماتش في السنة،
ومباراة في الكاس السعودية 2018-2019 حكم مباراة الكاس السعودي المصري بين الهلال والزمالك، دي اللي أنا أقصدها، كانت في أكتوبر 2018 وفاز الزمالك 2-1. لكن مهما كان الكلام عن الحكام، الحكم بشر، ودايما بيرددوا كده، لما الحكم يغلط يبقى بشر، واللعيب بشر والمدرب بشر، بس أخطاء الحكام الحقيقة مع الأهلي في مواقف كتيرة جدا الغلطة بفورة، الحكم يغلط غلطة يضيع بطولة. المهندس عادل أشار في الأول لو هنتكلم على الحلال والحرام مش هنخلص، لكن كمان لو هنتكلم على أخطاء الحكام، الأخطاء الجسيمة اللي بتضيع بطولة، إذا كان الأهلي عنده كل هذا الرصيد من البطولات، عنده ده رصيد، احنا لو رحنا بس في الخمس سنين من الأخطاء اللي فاتوا دول كم بطولة راحت على الأهلي بأخطاء تحكيم؟ لسه الأهلي خارج من كاس مصر قدام بيراميدز بأخطاء فادحة واضحة للكابتن جهاد جريشة، ثلاث ضربات جزاء اللي اعترف بيها واعتذر عنها، ثلاث ضربات جزاء، علشان ما ننساش نفتكر اعتذار الكابتن جهاد جريشة الصريح عن آخر أخطاء التحكيم المؤثرة اللي بتضيع على الأهلي بطولة. خلاص كسبنا اعتذار جميل جدا نحطه في متحف الاعتذارات اللي عندنا. راحت بطولة ايه يعني؟ وقبليها مع الأسيوطي سنة اللي قبلها وراحت بطولة ايه يعني اعتذار؟ بس دي ما حدش اعتذر عنها. من الأخطاء التحكيمية المؤثرة لأنها أثرت كتير قوي، 15 وكانت سوبر بالمناسبة، بس سوبر أفريقي، الأهلي لعب الزمالك، الزمالك بيقود وقتها الكابتن محمود الجوهري، طبعا في حساسية كتيرة، 15 يناير 94 سافروا الفرقتين لجوهانسبرج عشان يلعبوا هناك، الحكم بالجنوب أفريقي بيتروس ماتابيلا بيدير هذه المباراة، حكم أثير عليه لغط كتير جدا، قراراته في المباراة ثبتت هذا اللغط وأكدت أن المسألة ما كانتش أبدا في المنطق السليم، وكتب الأستاذ إبراهيم حجازي ساعتها مقالة مهمة عن هذا الحكم، وصلوا له، كان عنوانها وصلوا له. لكن اللافت والمهم جدا أنه أولا الأهلي اعتذر او انسحب او توقف عن المشاركه في البطولات الافريقيه بسبب هذه المباراه السوبر، بسبب هذا الحكم الماتابيلي، لانه كنت تقدر تعمل نظريه ماتابيليه عليه، ازاي تظلم، ازاي تنحاز، ازاي تعمل ال ماتابيلا بعد كده، وده اللي بياكد انه العداله لا تضيع، يتم القبض عليه في جنوب أفريقيا متورط في تلقي رشا ويدخل السجن يكمل عمره فيه ويتشطب من كل سجلات الرياضة في جنوب أفريقيا. ده بيتروس ماتابيلا حكم مباراة السوبر للأهلي والزمالك في جوهانسبرج 15 يناير 94. آخر سوبر جمع الأهلي والزمالك كان 2016، الحكم التشيكي بافال كارولوفيتش، كانت المباراة في بطولة السوبر في الإمارات، تحديدا كانت 17 فبراير 2017 في أبو ظبي، الحكم التشيكي بافل تغاضى عن ضربة جزاء صحيحة وصريحة لعبد الله السعيد، اعترف الحكم بيها بعد المباراة بأحقية الأهلي فيها، بس زي ما المهندس عادل قال يا فرحتي كسبنا اعترافك، كسبنا اعتذارك، واتحسم اللقب بركلات الترجيح للزمالك 3-1. ما دي بقول لك
اللي اضاع فيها الكابتن حسام غالي وكمؤمن الكابتن مؤمن ورا بعضيهم كده بغرابه شديده جدا، و يعني طلع بعديها الحكم قال لك لا في ضربه جزاء انا ما حسبتهاش. نفكركم باعتراف الحكم التشيكي بافل كارلوفيتش عن سوبر 2016. هو تشيكي ولا كان مجري؟ تشيكي تشيكي ها نفتكره. Yeah, I saw in this in on the match was he played the first played the ball and after the pass to the some other players there was the contact but for us wasn't penalty. Yeah, it is in this match must be the 100% penalty. حقيقة شفتها وهي ضربة جزاء 100% كانت تستحق أن تحتسب. حط يا ابني في المتحف. هو عشان الأهلي وجمهوره فعلا بطولة مش فاضي يعيط، مش فاضي يقعد يندم ويتكلم ويلوم ويحسب ويعدد، ما حدش بيفتكر. بقول لكم الحكم راجل تشيكي وقال لك كانت ضربة جزاء 100%. المباراة انتهت بركلات ترجيح. بالمناسبة بكرة جمعة مباراة الأهلي والزمالك بدون وقت إضافي في حال التعادل. ضربات جزاء على طول؟ ضربات ترجيح مباشرة، ده حسب تأكيدات بعض المواقع وآخرها اليوم السابع منذ قليل. طيب أخطاء بفورة والأهلي ما بيعلقش، ما حدش بيفتكر. لما بيتقال لك جون حسن شحاتة ما حدش بيقول جون ربيع ياسين، فبتتساب حاجة واحدة بس. طب عد كل اللي حصل من متابيلا لبافل التشيكي لنهائي دوري الأبطال. بطولات كبيرة جدا، بطولة الأفريقية. دي يعني الظلم الفادح. طيب نهائي دوري أبطال 2007 النجم الساحلي. شوف بقى لما تتظلم دبل. الظلم رايح جاي. على فكرة رايح جاي. أيوة. عشان كله مركز مع العرجون. أهي. لا. شوف الحكم كوفي قده ده ولا كوفي مش عارف ايه. كوفي كوجة. بص بركات. وبعدين ايه؟ ما يحسبلوش ضربة الجزاء ويديله انذار عشان يغيبه عن ماتش العودة. عن ماتش العودة. يعني تلات مصايب. طبعا اللي ظهر بعد كده في مصايب اللي حصلت في ماتش الوداد والترجي كشفت الامور ماشية ازاي تحت السطح. اهي. اتفضلوا. بص اهي. شوف الإعاقة والعرقلة. انذار ازاي يعني بس؟ ما يحسبهاش ويديله انذار علشان يكون بقى يعني. ده كان حكم مباراة الذهاب كان الكاميروني رافائيل ديفين، ما حسبش ضربة الجزاء لبركات زي ما انتوا شفتوها. معانا بقى في الظلم حصل بركات في نفس اللعبة على انذار وغاب عن مباراة العودة. شفتوا ما حدث ذهابا، ما حدث ايابا حدث ولا حرج بقى. المباراه العرجونيه، مباراه العوده في القاهره، الظلم كما يجب ان يكون. يعني ابو تريكه خرج عن شعوره. دي مذبحه العرجون، تجاهل احتساب ضربتين جزاء لابو تريكه واحمد شديد يناوي. بصوا اتفضلوا. ولا كورة ولا له دعوة بالكورة. بيعزقه ولا الهوا. اهي التاني. بوكس في ظهره. كفاءة على وشه. ضربتين جزاء. يا خبر ابيض. وبعد كده. دي مش ولا اوضح ولا اوقح. ولا اوقح. حلوة. حلوة. اخطاء ولا اوقح. يكافئ بعدها طبعا. كانت في سنة الاعتزال. هي في الماتش ده طرد عماد النحاس في الشوط الثاني. والنتيجة 1-1. اكتفى ان الراجل بعدها يقول لك ايه، اصل ما كنتش في يومي. ما كانش يومك. ده كان يوم الغبرة والله. ان يحصل تحكيم. وانتوا شفتوا لما حصل بين الوداد والترجي الدنيا اتكشفت وبانت ازاي. وتبان التوجيهات بتمشي ازاي. اللي شوف اللي حصل مع الاهلي ذهابا وايابا. وان انت بتخطط عشان تبعد بركات ما تحسبلوش ضربه جزاء وتديله انذار. متنمر عليه ومتشاور لك. والبطوله اللي خرجت فيها بايد رامو. وبعد كده ايد رامو ما شاء الله.
ما شاء الله. وزي ما بقول لكم الظلم ما بيعيش. الحكم لمبتي صاحب ايد رامو في مباراه الاهلي انرموا اللعيب الافريقي في مباراه الاهلي والترجي بالشكل الواضح جدا والصريح اهي، فضلوا بيحصل ايه مع الاهلي وما بيعيطش وما بيتكلمش ومش فاضي يشتكي. لا لما اتكلم في الملعب طرد بركات اهو يعني. بصوا بالله عليكم وفين اللاينز مان؟ اي فريق يدخل في هدف يعني عشان يخرج من بطوله بهذا الشكل؟ لا مش كده بس انت الحكم ما شافهاش واللاينز مان ما شافهاش يا عم. طب يبقى اليوم متفق عليه. ايوه. بعد كده نفس اللي حصل لماتابيلا الجنوب افريقي اتقفش كمان لمبتي الغالي طبعا، ودخل السجن واتشطب واتفصل وراح في داهيه. بعد كده حط يا ابني اللي بيجي على الاهلي ما بيكسبش. اللي بيجي على الاهلي ما بيكسبش. حط لا هو اصلا من مسائل واضحه الناس بتعمل جرائم مش اخطاء تقديريه مش باد لك يعني. طيب قمه المهزله شفتوها لجوزيف لامبتي لكل هدف الترجي اللي واضح جدا عشان يخسر الاهلي من بهذه اللعبه ويخرج. وشفتوا اخر نهائي للاهلي مع الترجي وازاي الامور مشيت والسنتين اللي قبليها يا استاذ ابراهيم. يعني عدوا الالقاب اللي ضاعت على الاهلي وفرص احراز البطولات اللي ضاعت من الاهلي باخطاء اصحابها، يا اما بيعترفوا يا اما بيروحوا في داهيه. اللي بيروح السجن بيروح، واللي بيتقبض عليه بوقائع رشوه بيتقبض، واللي بيعترف فعلا يعني قمه المهازل. لكن بكره عايزينها تبقى سوبر. نفسنا بجد الكل يساهم في ان احنا، وانا مش عايز اقول اصل الناس بتتفرج علينا، لا نتفرج احنا على نفسينا. فكره اصل المباراه ما نقول لكام دوله فنقول، لا يا سيدي كفايه ان احنا نظهر بصورتنا الطبيعيه الكويسه. كويس ان احنا نعبر على ان عندنا مستوى كوره كويس. كويس ان احنا نستدعي من الذاكره الكرويه والرياضيه كتير من النماذج المشرفه في تاريخ الكوره في مصر. افتكروا لقطه الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاته مع الجمهور، اتفضلوا هذه اللقطه. سمع شوارب الناس الصوت وقت ما الكابتن اعتقد ابراهيم الجويني قال لك والكابتن الخطيب واخد الكابتن حسن شحاته وراح للجمهورين، والحكم الاجنبي طبعا مش عارف ايه اللي بيحصل بس هو كان هيصفر، استنى نروح. تأثير النجوم عند الجمهور واستجابة الجمهور للعيبة الكبار دي المسؤولية، دي المسؤولية اللي عايزينها تكون. بتتكلم على اتنين كابتن الخطيب وكابتن حسن شحات لحد النهارده، شوف الاتنين بيتصرفوا ازاي. كابتن حسن واحد من الناس اللي لا يمكن محترم تمسك منه عيبة في حق لا 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 ولا في حق حد الحقيقة. هو بيبقى سمت اخلاقي صحيح. دي الصورة اللي عايزينها تبقى بكرة. عايزين كل الجماهير اللي رايحة تقدر طبيعة اهي. المهندس عدلي اشار دي مباراة كانت في حب مصر الاهلي والزمالك. لبس الكابتن محمود الخطيب الفانيلا البيضاء، ولبس الكابتن حسن شحاتة والكابتن فاروق جعفر الفانيلا الحمراء. عشان كده لا كابتن حسن ولا كابتن فاروق هتسمع منهم كلمة غلط في حق الاهلي او نجوم الاهلي. لا لعيبة مش شغلة نفسها بالمكايدة وبعدين كل واحد يبص لي في عالم الفانيلا وتاني يوم يكون بيفكر ازاي يمشي وازاي يقعد. انا الحاجات دي عايز اللعيبه تبطلها. عايز يبقى الاخلاص بجد الاخلاص من القلب. مش كده لتملق الجماهير يعني. خلينا كلنا يعني نبقى فعلا اخلاص للمبدا الرياضي الجميل. حتى لو بتحب خلي عواطفك في قلبك بس خلي اخلاصك للصح والغلط. وباذن الله ليله سوبر للاهلي. دمتم للاهلي دائما
ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير أن نلتقي في 11 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. ودائما وأبدا الأهلي زين النوادي. زين النوادي. تحية وجلالة تحية.